أولادي ستة طرحوا عليا هون إيتام من قبل حبشي قرية النمازين. نادية حسن هزاع أتت من مديرية جبل حبشي بأطفالها الستة إلى قسم الرقود بالمستشفى الجمهوري بتعز بعد إصابتهم بوباء الكوليرا. كل يوم تصل لنا إصابة بالكوليرا، اشتباه كوليرا وكوليرا، فأكثر المصابين أطفال. وهذه الأم لثلاثة أيام باتت جوار طفلها الذي بدأ يتحسن كما تقول، وأم أخرى تنظر إلى فلذة كبدها بعين الحنان والألم وتتمنى له الشفاء، بينما الأم الرابعة أتت بابنها وهي تبكي معتقدة أنه قد فارق الحياة من الكوليرا الذي يغزو المحافظة ويهاجم الصغار الذين توفي منهم إلى اليوم 7 أطفال. أما الإصابات فتجاوزت 2300 إصابة. إسهال حاد وطرش واشتبهوا يقولوا في بوكوليرا. هنا يتشارك السرير أكثر من مريض، والقادمين إلى قسم الرقود يتجاوز يومياً 100 حالة، حتى أن القسم يقف عاجزاً عن تقديم العلاجات والخدمات الطبية. شح بالعلاج كامل خاصة بالعلاجات التي هي الوريدية التابعة للإسهال، مثلا السيبلوكس فلاجيل، طبعا أيضا مضاد الإقياء، مضاد التقلصات، الإبرة على شكل الأمبول، هذه كلها مش موجودة متواجدة الآن حاليا، مش موجودة معنا، فقط رينجر ومحلول ملح. الأطفال هم أضعف المصابين بالكوليرا وأكثرهم توافداً للمستشفى الجمهوري، وخاصة من مديرية جبل حبشي ومديرية المصراخ التي أطلقت نداء استغاثة لإنقاذ سكانها من الوباء. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.